أكيد كل واحد منا فايت ليه شاف هاد لاسين وخلات عنده بزاف ديال التساؤلات، بشوفة بصوت أو بلمسة صغيرة إنسان كيفقد الوعي وكيدخل في حالة غريبة. أنا شخصيا جاني فضول وبغيت نعرف حقيقة التنويم المغناطيسي. التعريف المبسط ديال التنويم المغناطيسي أو التنويم الإيحائي هو أنه حالة ذهنية كتنقل بنادم لأعلى مراتب التركيز والانتباه. كيفاش؟ كيتوقف العقل الوعي اللي كيخدم في الحالة العادية وكيخدم بلاصتو العقل الباطني، وهنا كيجي داك المدرب أو المؤثر وكيبدا كيخاطب ويأمر العقل الباطني بمجموعة من الجمل المبرمجة. قبل ما يكون عنده أساس علمي كان التنويم المغناطيسي معروف عند الفراعنة والهندوس واليونان واليابان. من بعد في بداية القرن 18 جاء واحد طبيب ألماني سميتو فرانز ميسمر وعطى لهاد التقنية أساس علمي، فاش بدا كيستخدمها في الجلسات ديالو مع المرضى بحال زعما نوع من أنواع التخدير وكذا. ولكن الغلط اللي دار هو أنه كان يعتقد باللي التنويم المغناطيسي عنده علاقة مع النجوم والكواكب والفلك وداك الشيء. هاد النظرية رفضها المجتمع ديالو واعتبرها غير تخربيق، حتى بان واحد العالم سكوتلندي جيمس بريد وبسط هاد اللغز. قال لك أي إنسان جعلناه يركز على صورة ثابتة أو لفكرة ثابتة في واحد المدة زمنية معينة فراه غادي يدخل اوتوماتيكمون في حاله النوم، يعني غادي يدخل في واحد الحاله اسمها فيتا كاينه ما بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. نظريا المعنى ديال التنويم المغناطيسي وصلنا، ولكن عندي فضول نعرف شنو كيحس داك الشخص اللي كيكون تحت التاثير ديالو وفاش كيكون تيفكر. مجموعه من الباحثين استعملوا لي غين باش يفهموا لاكتيفيتي ديال واحد الدماغ مولاه تحت تاثير التنويم المغناطيسي، فلقاو باللي كتزاد سرعة ديال واحد الموجات سموها الفيتا ويفز، وهي الموجات اللي كتعبر على الانتباه والتخيل، معروفة عند ممالين طب الأعصاب والمخ وكذا. كما قلنا في الأول إلى عقلتو الإنسان فاش كيوصل لديك الحالة كيتحكم فيه العقل الباطني، داكشي باش الشخص اللي كيكون تحت تأثير التنويم المغناطيسي كينفذ أي حاجة كتطلب منه، لأنه كتدخل ليه المعلومات أو التعليمات من المؤثر وما كتخضع لحتى فلتر. علاش؟ بيان سور حيت العقل الواعي كيكون في خمول، فكنشوفوه مثلا كيتخيل حاجات ماشي حقيقية لمجرد أنه المنوم قالها ليه. عندنا هنا واحد تجربة علمية مشهورة في هذا الموضوع ويقدر أي واحد منا يجربها، وهي ستروب تيست. ستروب تيست هي عبارة عن كلمات كتوصف ألوان، ولكن اللون باش مكتوبة الكلمة مختلف تماما على اللون اللي كتعنيه، ومطلوب منك بلاص ما تقرأ الكلمة تقول اللون باش مكتوبة. مثلا إلى كلمة أصفر مكتوبة باللون الأزرق، مطلوب منك اون فوا تشوفها تقول أزرق. تجربة كتبان سهلة ولكن أي واحد جربها غيلقى صعوبة. غادي تسألوا شنو علاقة التجربة بالتنويم المغناطيسي؟ عام 1935 داروا التجربة اللي دوينا عليها على واحد المتطوع، تجربة ستروب تيست، ولكن داروها على جوج المراحل. ففي الأول خلاو المتطوع في كامل قواه العقلية بكامل إرادته بكامل وعيه وسجلوا الأجوبة ديالو، وفي التالي داروه تحت تأثير التنويم المغناطيسي وكذلك سجلوا الأجوبة ديالو. فلاحظوا بلي أجوبته هو في كامل وعيه في كامل إرادته كانت أجوبة ما دقيقاش، فيها هامش كبير ديال الخطأ، كان كيتعكل يتعطل وما كيجاوبش بدقة. ولكن هو تحت تأثير التنويم المغناطيسي كانت أجوبته كلها صحيحة وبسرعة كبيرة. هنا التفسير ديال هاد القضية هو جاي من التعريف اللي دوينا عليه في الأول، لفات أنه شخص تحت تأثير التنويم المغناطيسي كيكون في أعلى درجات التركيز والانتباه، داكشي علاش أجوبته وهو تحت تأثيره كانت أجوبة دقيقة وبسرعة كبيرة رغم صعوبة التيست. ما عرفش واش حتى نتوما جاكم واحد الإحساس غريب، إحساس ديال الخوف من واحد الاحتمال، لفات أنه في أي لحظة يقدر يتحكم فيك إنسان آخر، يقدر يسلب لك إرادتك، يأخذ لك أجوبة ما بغيتي وما مشيت تعرفه، يأخذ لك معلومات أنت بوحدك اللي كتعرفهم. ولكن الزوين فيها هو أنه حاليا في الغرب كيستعملوها كجزء من بزاف ديال العلاجات بحال إقلاع الإدمان، تخدير قبل العمليات وبزاف ديال العلاجات النافعة أخرى.
صراحة هذا الموضوع فيه بزاف ما يتشاف وفيه بزاف ديال الأحداث والحقائق المشوقة. إلا مازال فيكم فضول بحالي زيد وقلبوا، راه كاين بزاف ما يتقرا. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous dire merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine.